احمد جوهر رئيس نادي المريخ، واللي كنت بتقول عليه ان هو لعيب كوره جامد. استاذ احمد ازيك؟ ازيك يا كابتن خالد؟ ازي حضرتك؟ منور الدنيا وسهره جميله طبعا، ومعاك كابتن محمود عبد الحكيم الحاوي. طبعا هو اجمل من ازيك اي يا حد كابتن طبعا. حبيبي؟ تسلم يا من احرف اللعيبه اللي جت في مصر على فكره. لا، وانت كابتن خالد برضه من احرف لعيبه في مصر برضه الله بجد يخليك والله. يا استاذ احمد، الله يخليك. لا لا وهو على فكره كان بيقول عليك كنت لعيب جامد انت. والله الحمد لله، على قد كده على قد انت كنت شويه. تلعب ايه يا استاذ احمد؟ هو سيبك ان انا كنت بلعب مثلا في الخماسي، كنت بقطعه بكسبه، بس دي سيبها على جنب. مش عاملين دورة رمضانية في بورسعيد؟ لا، في طبعا في دورات رمضانيه بورسعيد كلها، بس انا والله يعني ايه، يعني ما بلعبش بقى، انا ما بحبش العب دورات. يعني مثلا العب انا وزمايلي انا واصحابي كده، نلعب خماسيات مثلا على خفيف كده، مش دورات. انما في طبعا دورات في بورسعيد، يعني في كل الشوارع وفي كل الاماكن والانديه والكلام ده. انا عايز اقول لك ان انا زمان لعبت كتير جدا جدا ضد المريخ، يعني في الدوري طبعا الممتاز طبعا سنوات طبعا طويله كنت انا بلعب ضد المريخ. طبعا. انا فاكر ان والد احمد الشناوي كان حارس المريخ. كابتن ناصر الشناوي، كابتن ناصر الشناوي، فاكر كمان لا سيد عيد، انا كابتن عايز اقول طارق لك على حاجه. كابتن سليمان. خالد، انا حضرت الماتشات ديت طبعا، كنت انا ساعتها لسه صغير شويه، وحضرت الماتشات دي كلها. وعايز اقول لك على حاجه، ان المريخ قعد 8 سنوات، واللي الناس مش واخده بالها منه ان الكابتن حسن شحاته درب مرة المريخ، المريخ كابتن محمود ابو رجيله درب المريخ، صحيح. كابتن انور سلامه درب المريخ، كابتن بشير عثمان، وكابتن اسماعيل حفني، وعلى فكره كابتن جمال عبد الحميد، وكابتن ربيع ياسين، اسماء كبيره اخبار سيد جدا. عيد ايه، موجود ولا لا؟ كابتن سيد عيد ده نجم الدنيا كلها. كابتن سيد عيد ده انا من الحاجات الجميله اللي انا حصلت لي في حياتي، اني لعبت مع كابتن سيد عيد ولعبت مع كابتن مصطفى رياض، يعني الاثنين كانوا كابتن منتخب مصر. مشكله الكابتن سيد عيد ده بقى يا كابتن، ان جيله كابتن احمد رمزي وكابتن ربيع ياسين. مصطفى رياض كان ما بيتقال عليه، كان بيقرع زلابطه كده، بيقرع زلابطه، وكان وحش في الملعب كابتن عايز اقول مصطفى. لك على حاجه، اقسم بالله كان وحش بجد. صحيح، في نص يعني الملعب كابتن مصطفى لاعب كان منتخب على فكره. اكيد لعب مع لا مستر منتخب راوتر ومع كابتن، صحيح. مع مستر كرول برضو، والراجل دولي الكابتن مصطفى رياض. ومن الحاجات اللي انا اتشرفت بيها جدا جدا وسيد ان عيد انا على اشوف فكره كان ملعب لعيب جامد، سيد عيد كابتن سيد عيد جدا ده، حاجه جميله جدا جدا والله العظيم. يعني انا اتعلمت منه كل حاجه، ادب واحترام طب ويعني اقول لك على كويس. واحد جامد كان معاه في المنتخب، اتفضل. محمد القط. طبعا كابتن نادي المراكب محمد القط، حاجه جميله ده جدا كان برضه. لعيب جامد قوي، محمد القط طبعا كان باك لعيب ويست. جامد جدا، وعلى فكره لعب لا في الزمالك. ولا لا واحد تاني، لا الديفندر. ايوه الديفندر في نص الملعب، طبعا. محمد القط. لعب في الزمالك على فكره كابتن خالد برضه، ما انا عارف، او لعب معاه في راح منتخب الزمالك. الاولمبي. و طب اقول لك على حضرتك على حاجه، انت عارف ان مصطفى جعفر وحماده طلبه طب من المريخ اصلا، ولاد نادي المريخ، صحيح والكابتن سيف صح، داوود، وسيف داوود والكابتن سيف داوود والكابتن شريف كراويه طبعا، كانوا برضه من لاعبي منتخبات. صحيح، في شريف غيرهم كراوية صح. نجوم، نجوم كتيره جدا. مجدي عبد عايز الغني لعب في المريخ، انا كنت لسه جاي لك، الكابتن مجدي عبد كان الغني معانا لعيبه بعد كابتن كابتن عالم احمد، كان معانا لعيب في المصري احمد عثمان بيليا، ده بيليا في نادي لولا المريخ الاصابات طبعا. كان هيبقى حاجه جامده بالظبط. اه جدا، ناشئين المريخ برضه. كابتن أو مجدي عبد طبعا الغني بعد ما رجع من البرتغال لعب للمريخ اعتقد. لعب بعد كاس العالم لما احترف في البرتغال، وانا كنت معاه في الاستاد قريب، وكان معانا كابتن حازم امام. فكنت يعني كابتن مجدي حاجه جميله جدا، ودمه خفيف جدا، وحاجه يعني راقيه جدا. فانا يا راجل بيحضرني كده، فبقول له عشان تنسى ان انت كنت ابن عماد المريخ، قاعد يضحك ويهزر معايا وكده. ف لا، نادي المريخ نادي عريق على فكره كابتن خالد، ونادي الاسم، وانا بشرف طبعا ان انا احد ابنائه. انا عمري ما قلت ان انا رئيس النادي، بالعكس انا ابن نادي المريخ، ودي حاجه بتشرفني جدا جدا جدا، وانا فخور بيها جدا. يعني طيب انا عايز اقول لك، انتوا بعتوا اكتر من لاعب لدوري ممتاز السنه دي صح؟ احنا عايز اقول لك ان اخر 5 6 سنوات اللي فاتت دي كلها، احنا اكتر نادي في الممتاز به باع لعيبه للممتاز. يعني حضرتك احنا جده المهاجم بتاع الاتحاد كان عندنا في نادي المريخ. ولعيب كويس ومفارق لعيب على كويس الاتحاد. فعلا. انا عايز اقول لك ان جده كان في حوار تلفزيوني مع كابتن سيف زار قريب، كان بيساله، قال له احسن 6 شهور لعبتهم في حياتي كلهم اللي كان في نادي المريخ. عايز مين اقول لك ان جده محمد ومين ابو تاني؟ النجا، قول لي اسامي تاني جده ومين تاني؟ محمد ابو النجا الحارس مرة بتروجيت، تمام. ده برضه من عندنا نادي المريخ. شوشه، وده مدافع ظهير، يعني مدافع جامد سامح جدا. وعايز شوشه؟ اقول لك لا ان لا لا لا، احمد اخوه الصغير هو راح احمد بترول شوشه. اسيوط. بس انا بقول على لك فكره ايهاب جلال كان رشحه للزمالك خلي بالك، اعتقد. قريب جدا قريب جدا هتلاقيه في منتخب مصر احمد ان شاء الله. شوشه بيلعب فين؟ انا بكتب خالد بيلعب بسيرد باك فين؟ في الاسيوطي؟ الاسيوطي، راح في الاسيوطي الاسيوطي دلوقتي. السنه دي كابتن لسه خالد تابعوا بس ما اللاعب لعبش دلوقتي؟ ممتاز. لا 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 بس لا لا، هو لعب ممتاز مع بتروجيت قبل كده لعب على في فكره. بتروجيت، لعب هو صغير هو ناشئ كان طيب. بيساعدوه. انا بقول لك كابتن احمد شوش ده هيلعب منتخب مصر لا قريب هيلعب. جدا، ويروح اهلي وزمالك. عايز اقول لك كابتن ان مصطفى جعفر لما رجع لي وهو عنده 34 سنه، راح راح المقاولين من عندي المقاولين. دوري ممتاز. معتز حارس راح برضه الانتاج الحربي
دوري ممتاز. فعايز اقول لك يا كابتن النهارده في يعني ناديين كبار جدا في مصر، ودي مفاجاه، بيتكلموا على اللاعب هشام البطوط، وده لاعب كابتن محمود اكيد هيقول لك عليه لاعب جامد جدا. هشام ايه اسمه؟ هشام ايه؟ البطوط. هشام البطوط بيلعب باك ليفت. باك ليفت او هاف ليفت. هو لاعب معانا في المصري. ده انديه غير الاهلي والزمالك يعني؟ لا 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 غير الاهلي والزمالك. ناديين بس انا مش عايز ان انا ايه اقول اسماء. مش مشكله لا، لكن هو لعيب قد يكون موجود في الدوري الممتاز السنه الجايه. بالنسبه هو اصلا لعيب جامد جدا يا كابتن، اقسم بالله. احنا عندنا مشكله في الباك ليفت في مصر دي. كابتن احنا بقى عندنا مشكله في الباك ليفت، والمشكله في الفيرويد برضه كابتن. الفيرويد ما عندنا مشكله يعني. ده ايكاردي بتاع الارجنتين بتاع انتر ميلان. الانتر ميلان. ما تم استبعاده، فواحد بيقول طب ما تجيبوا لنا ايكاردي يلعب معانا كاس عالم. والله كابتن انا بتمنى برضو ان احمد جمعه لاعب النادي المصري يا رب يوفقه. انا عارف ان مستر كوبر يعني اتضمه في الاخر، يا رب. على فكره هو مهاجم كويس جدا، يا رب. هنشوف يعني. الواحد متخوف بس من فكره ان السته اللي هيستبعدوهم دول برضو، تعرف دايما برضو يعني امكانيات اللعيب، وكمان السبوت الاعلامي يعني القوه الاعلاميه وقوه النادي اللي انا بلعب له برضو بتبقى ليها تاثير مهم يعني. اكيد. والخبره برضو كابتن، يعني انت حضرتك كنت في منتخب مصر طول عمرك، فتربيه المنتخبات بتفرق برضو يعني. انا مدرك دي جدا يعني. صحيح صحيح. ربنا المستعان كده. محمود عبد الحكيم مكمل معاك السنه الجايه؟ والله يا كابتن ده شرف لينا ان الكابتن محمود عبد الحكيم بيكون موجود معانا. على فكره هو كان لسه بيكلمني بيقول لي ما بديناش فلوسنا وبتاع لا لا دي الحاجه الوحيده اللي مش في نادي المريخ بصراحه يعني. لا احنا الحمد لله يا كابتن، والله بنحاول نكون ملتزمين مع كل الناس. صحيح. احنا كابتن انا ممكن كنت اتعاقد مع لعيبه كتير جدا، بس انا ما بحبش اقول كلمه وارجع فيها ابدا. صحيح يعني. انت افضل بدل ما اجي اتعاقد مع لعيب ب 700 اتعاقد معاه ب 300 بس اديهم له. اكيد. لا لكن اقول 700 وفي الاخر ما اديش غير 300 ولا 200، يبقى انا كده مش ملتزم. لا يا كابتن، دي سياستنا في نادي المريخ كابتن. احنا بنحترم، وعلى فكره كابتن احنا بنحترم لاعبتنا جدا. يعني مثلا كان في لاعب ولا تذكر اسمه، كان اتصاب لاخر ماتش في السنه، السنه اللي بعدها اول لاعب بيقيد واول لاعب بيتعمل له عقد جديد واول حاجه. احنا بنحب لعيبه نادي المريخ جدا، وانا بصفتي ان كنت لاعب كوره قبل كده ببقى حاسس بكل لاعب يا كابتن، وانا ما بقفش مع اللاعب الا لما يكون هو ضعيف ومحتاج لي. يعني لو اللاعب مثلا النهارده الدنيا مقفله معاه بتصل بيه بكلمه، يعني باخده احتباطي كده وكده. انما لما بكون نجم بقى جايب اجوال ولا اعرفه ما بكلموش خالص يعني، بسيبه بقى هو يعيش حياته بقى وفرحان وكده. فطبعا انا فخور بكل لاعب نادي المريخ وعلى راسهم الكابتن محمود عبد الحكيم. ربنا يخليك ان شاء الله يكون معانا السنه الجايه، وهو اللي هيساعدنا ان شاء الله. ان شاء الله. ويجي عندك في الحلقه كده ضيف، واحنا ان شاء الله صاعدين باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اشكرك استاذ احمد جوهر رئيس نادي المريخ.